مرحبا، اليوم رح نسمي شجرة الخروب بالزبل الطبيعي، زبل المواشي بسموه ببلاد المغرب الغبار. الناس بتستغرب انه انا بحط السماد او الزبل بالصيف، الناس بالعادي بحطوه بداية الخريف اول الربيع علشان يكون في شتاء والاشجار تستفيد. انا حاليا بدي احط الزبل، عندي تقريبا 30 ل 35 لتر زبل بدي احطه على الشجرة. مثل ما انتم شايفين الشجرة عليها ثمار، بس يصير لونه اسود الخروب بنقطف. انا جربت قبل سنتين انه احط الزبل على الشجرة، ومن وقت ما حطيت الزبل بشهر 6 بشهر 9 اظهرت. فراح احط الزبل وبس حطيت الزبل على الشجرة بشهر 6 قبل سنتين اظهرت. في ناس تتردد انه تحط الزبل بالصيف، بس انا بترددش. ليه؟ لانه الزبل بده مي، يعني عشان ما يحترقش الشجر، عشان الشجر ولا يحترق اسقي مي، دايما اسقي مي لجمعتين لشهر. اسا حطينا زبل بتضلك تسقي مي تقريبا لشهر، ضلك اسقي مي. لو حطيته بالشتاء وما كانش نزيل الشتاء كمان رح تنجبر تسقي مي. فانا بحطه بالصيف وبسقي مي، لانه الشجر بالصيف بنسقي مي عشان يكبر. الشجر وينتا بيكبر بفترة الصيف مش بالشتاء، بالشتاء بيكون عم بيستجمع قواه. مفضل لما نحط الزبل يا نخلطه مع التربة يا نوزعه. مثل ما انتم شايفين انا مش راح اخلطه، راح اوزعه. راح اوزعه على اطراف الشجرة، وبعد يومين راح ارجع اخلطه مع التربة. حاليا راح اضلني اسقي مي. هاي كمية زبل كبيرة لشجرة الخروب، انا متأكد السنة الجاية لما اصور لكم اياها راح تكون اكبر واكبر الشجرة ما شاء الله، لانه الاشجار بتحب السماد. دايما بيحكوا لي انه الاشجار بنفعش تزرعها قريبة على بعضها، بنفعش تزرع كتير اشجار بنفس المساحة، لانه الاشجار بتتبارى على المواد الغذائية اللي بالتربة. بس مدامك انت بتسقيها مي وبتعطيها اسمدة وبتعطي التربة اسمدة ومشبعها، فبيكونش في تنافس بين الاشجار. لو اعطيتها كل سنة زبل وسماد طبيعي وكتير اسمدة، فراح التربة والاشجار تشبع وما يكونش في تنافس بيناتها. مثل ما انتم شايفين في عنا كتير اشجار بالارض، فوق 25 شجرة. بعرفش اذا ملاحظين من صوتي اني تعبان، لاني حطيت زبل على كل الاشجار وبدي ارجع انكش حوالي الاشجار. حطيت زبل لاشجار الحامض والحمضيات والجوز واللوز والمندلينا، حطيت لاغلب الاشجار وسقيتهم، فالاشي شوي كان متعب، بس هذا كله رح يعطيك فوائد. حاليا الحامض بعده صغير، هذا الحامض شهري كل السنة بيضل يطلع حامض. وهون في عنا كمان برتقان وفي مندلينا. هاي المندلينا بشهر 11-12 بتكون كبرت وصارت حبتها كبيرة هالقد. وهي شجرة الخروب من بعيد. انا في فيديوهات بالقناة عن شجرة الخروب كيف كانت وكيف صارت. هاي شجرة الخروب عمرها 8 سنين، من وقت ما بلشت احط لها اسمدة طبيعية كبرت.
سمدوا وانت ما بدكوا بالصيف، بس اسقوا مي، بدكوا تسقوا مي وتسخوا بالمي علشان الشجر ولا يحترق، اهم شغلة. وشكرا لكم، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتابعوني بالقناة لكل جديد رح انزله.